تقوم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتوفير خدمات مختلفة تركز على البنية التحتية وتطوير العمران والمنشآت بالمملكة، بما يتماشى مع الإطار القانوني للخطة الوطنية الاستراتيجية أفق 2030، منجزة العديد من المشروعات لسيما في عام 2019. من أجل هندسة الصورة البحرينية ورسم ملامح تزيد هذه الأرض جمالاً ورونقاً، تبني وزارة الأشغال ومعها شؤون البلديات والتخطيط العمراني لبنات الرقي في مختلف محافظات ومناطق مملكة البحرين. وتختص الوزارة في تصميم وبناء وصيانة شبكة الطرق العامة وأنظمة الصرف الصحي وإدارة المشاريع وصيانة المباني والمنشآت والعمران، وتساهم هذه الخدمات في دعم أهداف التنمية الوطنية من خلال الاستغلال الأمثل لإمكانات المملكة لتحقيق التطور الاقتصادي. وقد أنجزت الوزارة مشاريع عدة ومتنوعة، ومنها ما زالت قيد الإنجاز كمبنى مركز مراقبة الحركة الجوية ومدرسة الشيخ موزة بنت حمد النموذجية ومركز الشيخ عبد الله بن خالد لرعاية مرضى غسيل الكلى، ومشروع تطوير محطة معالجة جنوب ألبا وغيرها من إنشاء الحدائق واستثمار البيئة وتطوير الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية بشتى مناطق المملكة. وفي كافة شؤون البلديات أنجزت الوزارة حزمة من المشاريع، أبرزها تدشين مشروع بنايات لإصدار رخص البناء إلكترونيا، بالإضافة إلى إقرار الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات. وعلى الصعيد التنموي ساهمت في افتتاح سوق المحرق المركزي.